التصوير. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القصر مع زمن عباس شاه الصفوي الأول، وهاي البناية كانوا يسوون الحفلات اللي تاعتهم عريس أو أفلاد الملوكية، هنا كانوا يسوون. بس المعلومة هذا واحد من القصور في مدينة كاشان. مدينة كاشان. اسم القصر تعرف يعني؟ قصر الفين. قصر الفين للشاه اسماعيل. شاه اسماعيل الاول. احسنتم. شاه اسماعيل الصفوي الاول كان رجل شجاع في زمن الشيخ البهائي، حقق منجزات عظيمه للشيعه واذل النواصب العثمانيين ودخل بغداد فاتحا محررا بغداد من النواصب. اكمل اخ حبيبي. نعم. احسن. وهذا الحوض. نعم. تشوفوه. هذا الحوض اللي تشوفوه هذا تاعتهم اعتقادي لاي واحد اي شخص يجيب سكة ذهب أو فضة يوصل مشيلي الضالة من خلال السباحة في هذا الحوض؟ لا لا يلبون سكة ذهب أو فضة في هذا الحوض. في هذا الحوض. وهذا الحوض المهندسين القديم كانوا بانين كمثل ركبة العيد، وأي واحد يلب سكة ولا وقعت بهاي النقرة يوصل للنشيل يباله ويريده. نعم. يعني هو يعني اعتقاد. اعتقاد خرافات. لا مو شرط، احتمال يعني. بناء زمن هذا كوشك. يعني. كوشك معناته شنو؟ بناية اللي من أربع جهات فيها باب. يسموها كوشك. كوشك صفو. من أربع جهات. ما شاء الله. هاي غرف شنو معناها؟ غرف موجود. هاي الغرف اللي كانوا يسكنون يقعدون بيها. وهذا النهر طبعا مثل اصطناعي هنا أنا صاير يمر من قصر. نهر يجري طبعا كأنما نهر يجري. جميل رائع من زمن العهد الصفوي. طبعا العهد الصفوي خاصة عصر عباس شاه الصفوي الأول كان معروف بالعمران والفن، بحيث تحققت عائلة للدولة الصفوية أمجادها، خاصة عندما كان وزيره الشيخ محمد حسن البهائي بهاء الدين العاملي. بعد أكو كلام مضيفة؟ أكو كلام؟ هاي المعلومة اللي عندي. نعم. هاي كانت ونقدر نسأل هذا الدليل. قصر رائع من زمن عباس شاه الصفوي، يمكن أكثر من يعني 500 سنة ما شاء الله مهتمين به ومحافظين عليه وعلى نظافته. أوه. والسياح يجون يزورونه. هاي البناية اي نعم كانت أربع طوابق وصارت هزة أرضية بزماننا لو بزمن عباس شاه تقريبا قبل 200 سنة ورا 200 سنة صارت هزة أرضية والبناية وقعت، وداخل البناية نعم من الحوض كانوا يرسمون، يعني فنانين كانوا يرسمون الحجر رسم. الحجر في العهد الصفوي كله راح بسبب الهزة الأرضية. الرسم كله راح يعني ماكو بعد رسم، ما بس رسم واحد. لكن بقى القصر على كيانه القديم وحافظ بعض الطابق الأول والطابق الثاني بقى موجود، لكن الطابق الثالث والرابع تفلش وبعض الرسومات الرائعة من العهد الصفوي ذهبت. الفنانين المعروفين. نعم. قلنا أنه في زمن عباس شاه الصفوي الأول كانت الدولة الصفية معروفة بالعمران والفن، معروف عندها. هذا الحائط أعتقد من الزمن الصفوي نفسه، هو ما غيره. اي لا بحيث الطابق قديم. طب شنو مكتوب هنا؟ صادق شنو مكتوب؟ حوض جوش. حوض جوش اسم هذا الحوض. هذا الحوض جوش يعني فور. ايه ايه اكو بي فشي مثل الفوران. اذا مو هسه شلون عندنا نافورات. احسنتوا. قديم قبل 500 سنه كان يفور. احسنتوا. وهسه يفور حاليا بس مو مثل هاي النافورة. ايه صح بطل. صار له 500 سنه القصر يعني. صحيح. هذا
هذا قصر يعتبر لل في كاشان